الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فهذا هو الدرس الأخير من شرح كتاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كتاب فضل الإسلام. وكنا قد وقفنا على الباب قبل الأخير، ألا وهو باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون، أو الذين، قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه أحمد من حديث سعيد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مثرى وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات الذي جعل له المؤلف رحمه الله تعالى عنوانا بقوله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، بعد أن تكلم أو بين المؤلف رحمه الله تعالى فضل الإسلام الذي هو السنة وهو ما كان عليه السلف الصالح، وبين خطر البدع والتحذير من البدع والخوف من البدع، جاء بهذا الباب ليرد على شبهة من أعظم شبه أهل البدع ضد أهل السنة، ضد أهل الإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات، ضد المتبعين لسلف هذه الأمة، وهي قولهم: إنكم قليل والمخالفون لما تقولونه هم الأكثر وهم الأغلب وهم ربما في كثير من الأحيان هم الأقوى. فبين رحمه الله تعالى أنه لا يعيب السنة ولا يعيب أهل السنة أن يكونوا قلة، فذكر هذا الباب: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وهذا الاستثناء يدل على قلتهم، وهذا الدليل جاء في أهل الإسلام، وجاء به المؤلف هنا في هذا الباب، ويأتي بأمثاله من الأدلة التي تتكلم عن الإسلام، لأنه يقصد بذلك الإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات، الإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة من الحديث، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا مما يسلي أهل السنة. والله عز وجل ذكر آيات كثيرة أن الكثرة في الغالب أنهم يكونون على الباطل،
كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، وغير ذلك من الأدلة. اليوم تجدون أن الأشاعرة والمتصوفة يمدحون أنفسهم بأنهم الأكثر بالنسبة لأهل السنة، ودائما يعيرون أهل السنة بأنهم قلة وأنهم شذاذ وأنهم جاءوا بدين جديد إلى غير ذلك من الصفات التي تدور على ذم أهل السنة بقلتهم ومدح أهل الباطل بكثرتهم. فينبغي للسني السلفي الذي على الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات ألا يرفع بذلك رأسا ولا يلتفت إليه، وإنما المهم أن تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال رحمه الله تعالى: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. فكل هذه الأدلة تدل على فضل الغربة إذا كان المسلم على الصراط المستقيم، إذا كان على الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات، إذا كان على السنة، إذا كان على طريقة السلف الصالح. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أنه سيأتي زمان يكون أهل السنة فيه قلة، حتى إن الناس لا يأتمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر والعياذ بالله، ويظهر فيهم الشح والهوى وإثار الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يدل على فضل الغرباء المتمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، العامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وهذا فيه فضل الغربة وفضل الغرباء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، قال أنبأنا سفيان عن عيينة، سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله. والمراد بذلك أي الأغلب والأكثر أنهم لا يفعلون ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. وهذا ما يدعو كل واحد منا أيها الإخوة والأخوات، أن الإنسان حينما يرى الكثرة الكاثرة والأمواج الهادرة من الباطل وأهل الباطل، أن هذا لا يزعجه ولا يدخل الكآبة والحزن في قلبه، بل ينبغي أن يحول هذا كما يقال إلى الإيجابية، إلى ما يكون دافعا له التمسك بالسنة ونشر السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال له بإسناده عن المعافري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطوبى الغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، إنه على كل شيء قدير. ونستكمل إن شاء الله تعالى في المقطع القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن ساره رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا.
قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الباب هو آخر باب في هذا الكتاب، وختم به المؤلف كتابه. وهذا الكتاب أقصد كتاب فضل الإسلام هو قريب في تبويبه من كتاب التوحيد، لو لاحظتم ذلك أيها الإخوة والأخوات، فيه فضل الإسلام، هناك كان فضل التوحيد، وجوب الإسلام، هناك وجوب التوحيد، الأدلة من الأدلة على الإسلام، الخوف من الوقوع في البدع، هناك الخوف من الوقوع في الشرك، وغير ذلك من الأبواب المتشابهة. هذا الباب باب التحذير من البدع يشبه باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله في كتاب التوحيد. بمعنى المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بيّن لنا الحذر من البدع، وجوب التمسك بالسنة وتحريم البدع. طيب، هل هذا يخص السني أم أنه يجب على السني، يجب عليه شيء بعد ذلك؟ والجواب بلى، يجب عليه بعد أن يحذر من البدع، بعد أن يتمسك بالسنة، بعد أن يترك البدع، يجب عليه الأمر بالسنة ويجب عليه التحذير من البدع. فصار السني يجب عليه أربعة أمور، يجب عليه فعل التوحيد، فعل السنة والتمسك بالسنة، يقابله ترك البدع، الواجب الثالث أن يأمر بالسنة، الواجب الرابع أن يحذر من البدع. هذه أربع واجبات متلازمة للسني الذي على صراط وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب التحذير من البدع يشبه الباب الذي في كتاب التوحيد، باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الأدلة الدالة على وجوب التحذير، وجوب التحذير من البدع، وجوب التحذير من أهل البدع. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله عليه الصلاة والسلام وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، هذا أمر بالسنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهذا تحذير من البدعة. مثل ما ذكرت لكم أيها الإخوة، عندنا أربع واجبات: الأول التمسك بالسنة، الثاني أن يبتعد الإنسان عن البدع ويحذر من البدع، الثالث أن يأمر بالسنة، الرابع أن يحذر وأن ينهى عن البدع. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. وهذا فيه تحذير الصحابة من البدع والأمر بالتمسك بالسنة. وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن مبارك أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيته آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. كيف يقول أبو موسى إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا؟ أنكرته يعني استغربته، يعني أمر جديد لأول مرة أراه، فهذا معنى قوله أنكرته. وقوله ولم أرى والحمد لله إلا خيرا يعني أنا رأيتهم على شيء ظاهره العبادة الطاعة، وليس على معصية ظاهرة من شرب الخمر أو الغيبة أو الزنا والعياذ بالله. فقال ابن مسعود فما هو؟ فقال إن عشت فسترى. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى فيقولون كبروا مئة فيكبرون، فيقول هللوا مئة فيهللون، فيقول سبحوا مئة فيسبحون. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك وأنتظر أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى
حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلغ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج. والله المستعان، عليه التكلان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأثر العظيم في قصة أبي موسى الأشعري مع ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه التحذير من البدع والتحذير من أهل البدع، وهذا الأمر أيها الإخوة يخطئ فيه كثير من الناس. فبعض الناس ممن يظهر التمسك بالسنة تجد عنده ماذا؟ تجد منه الحذر من البدع وترك البدع، وتجد منه التحذير من البدع، لكن للأسف تجد بعض المنتسبين، وأقول المنتسبين وإلا في الحقيقة ربما ليسوا أنهم من أهل السنة، بعض المنتسبين للسنة تجده يحذر من البدع ويحذر من البدع، لكنه لا يحذر من أهل البدعة ولا يحذر من أهل البدعة، وهذا قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، قال صلى الله عليه وسلم: فاحذروهم. ثم تلا قول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية. فالسني الحقيقي هو الذي يجمع بين الحذر من البدع والتحذير من البدع، والحذر من المبتدعة والتحذير من المبتدعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. وقبل أن أختم أيها الإخوة، أحب أن أذكر بعض القواعد المتعلقة بالبدع، بما أن كلامنا يعني في هذا الكتاب كله في الكلام عن البدع، أحب أن أذكر بعض القواعد المهمة المتعلقة بالبدع. القاعدة الأولى المتعلقة بالبدع أن البدع لا تكون إلا في الدين، لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد. لذلك البدع لا تدخل في الأمور العادية. فلذلك الأصل في العبادات ماذا؟ الحظر. والأصل في غير العبادات والمباحات في غير العبادات أن الأصل في غير العبادات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. القاعدة التي تليها أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بالبدع، ما يتعلق بالبدع التي من جهة الوسائل، مثل الوسائل للعبادات، مثل حديث أو أثر ابن مسعود في القوم الذين أحدثوا هذه الوسيلة في الاجتماع على الذكر الجماعي، عد الذكر بالحصى، هذه وسيلة لتشجيع الناس على العبادة. طيب، ما حكم هذه الوسيلة؟ عندنا وسائل اليوم اختلف الناس فيها في للعبادة، مثل الأناشيد في الدعوة إلى الله، التمثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ما حكم استخدام التقنية الجديدة، ما يسمى بالإعلام الجديد، الميكروفونات، استخدام الأجهزة الجديدة، الجوالات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه كل هذه الأمور ما يتعلق بوسائل الدعوة ترجع إلى قاعدة
المصالح المرسلة فيما يتعلق بالعبادات التي ذكرها شيخ الإسلام ودندن عليها والشاطبي وابن القيم رحمه الله تعالى، وهي ضابط في ذلك أن ينظر إلى المقتضي والمانع. فإذا كان المقتضي غير موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندنا، جاز أن نفعل ذلك. مثال وجود المقتضي عندنا ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو جمع القرآن. لما أراد أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن واستنكر ذلك عمر، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن ذلك من الخير. فتبعه عمر، ثم تبعه، ثم استنكره زيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على جمع القرآن. قال أهل العلم: لأن الداعي لذلك لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قال: كيف تفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك قال زيد: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لأن الداعي لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الخوف على القرآن غير متصور مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستحر القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء، رأى أبو بكر الصديق ثم أجمع الصحابة بعد ذلك على هذا الأمر، أن يجمعوا القرآن، لأن المقتضي لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في زماننا فنفعله. الأمر الثاني: إذا وجد المقتضي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر هل كان هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فإذا كان هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم زال هذا المانع، فيجوز لنا أن نفعله. مثال ذلك: الاجتماع لصلاة التراويح. المقتضي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع على العبادة وتشجيع الناس على العبادة، المقتضي هذا موجود، بل النبي صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الليالي كما عند الإمام أحمد وغيره، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. المانع قال عليه الصلاة والسلام: خشيت أن تفرض عليكم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، وصار الناس يصلون جماعة صلاة التراويح التي تصلى إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. طيب، كيف فعل عمر شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: المقتضي كان موجودا، لكن كان هناك مانع. ما هو؟ خشية أن تفرض علينا. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا المانع، فرأى عمر أن يجمع الناس على إمام واحد يصلي بهم التراويح. إذن ضابط في ذلك أن ينظر المقتضي هل كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. إذا لم يكن موجودا المقتضي وجد في زماننا، فيجوز لنا أن نفعله. إذا وجد المقتضي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان هناك مانع وزال هذا المانع، أيضا يجوز. أما إذا وجد المقتضي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لمن بعدهم أن يفعله، مثل الذكر الجماعي الذي أنكره عبد الله بن مسعود. المقتضي موجود وليس هناك مانع، لذلك قال: أما إنكم على ملة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتحوا باب ضلالة. نأتي للأمثلة الجديدة، مثل التمثيل، مثل الأناشيد في الدعوة إلى الله، هذه وسيلة. طيب، هل نحن نسألهم هل المقتضي كان موجود؟ نعم، تحميس للدعوة وتشجيع الناس للدين هذا موجود وليس هناك مانع. فإذا هنا لا يجوز أن نفعله لوجود المقتضي وعدم المانع. ومثله مثل الاجتماع على الذكر الجماعي، مثله الاحتفال بالمولد، ليلة الإسراء والمعراج، إلى غير ذلك من الاحتفالات الدينية غير المشروعة. طيب، الميكروفونات، استخدام الجوالات، ما يسمى بالإعلام الجديد، الواتساب وغيره، لو قال هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: نعم، المقتضي موجود لكن كان هناك مانع أن هذه الوسائل لم تكن أصلا موجودة فوجدت عندنا فزال المانع، فجاز لنا أن نستخدم مثل هذه الوسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الآمرين المؤتمرين بالسنة الناهين المنتهين عن البدعة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين.